حاجة تانية برضو قريتها، قالوا إنه لو قلنا إنه المسيح لم يجرب من الخطية فهذا يشكك في حقيقة إنسانيته، وكانت العبارة تقول كيف يكون إنسانا حقيقيا ولا يجرب من الخطية؟ إجابتي، عندما خلق الله الإنسان، عندما خلق آدم، هل كانت الخطية مكونا أساسيا في الإنسانية؟ لا، لقد صارت جسما غريبا دخل على الكائن الإنساني. لأنه الرب لما خلق كامل، لما خلق آدم وبعديه حواء مباشرة، روح نفس جسد، ما كانش في خطية، كانت حالة براءة. فالخطية دي دخلت جسم غريب. فالمسيح كان إنسان، بس كان الإنسانية في كمالها وقدستها. فمن قال أنه لكي يكون إنسانا حقيقيا لابد أن يكون به الميل للخطية؟